استغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم واستغفران العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واستغفران العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال وصحبه وبارك وسلم ما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون والسلام رضي الله تبارك وتعالى ساداتنا صاحب سيدنا رسول الله اجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفي يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا <سؤال> الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اله الا 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 الله لا إله <سؤال> إلا الله لا إله 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 إلا الله لا اله الا 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 الله

لا اله <سؤال> الا الله لا اله 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 الا الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا من هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ مصور الغفار القآر الوآب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب وسيء الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المؤمن الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤكر الاول الاخر الظاهر الباطن للمتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بَدِيعُ الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمة تيك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى <سؤال> الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى <سؤال> الله لا إله إلا الله حسب ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله, الله Allah Allah ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad Khatimil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abil qasimil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Sumalhamdulillah. Sumalhamdulillah. Puji syukur Kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keafiatan, kesehatan kesejahteraan keselamatan kepada kita bersama sehingga dengan kita pada pagi hari yang mulia ini hari yang keempat atau hari yang kelima daripada bulan Muharram 1443 dengan kita kita diizinkan kembali untuk mengkumarkamkan bulur kita dengan zikir jiwa raga kita dengan zikrullah dengan bacaan tasbih tahmid dan takbir, dan juga yang pada pagi hari ini, Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Permulaan daripada aktiviti, aktiviti kita selepas kita bangun, yang pertama sebelum dengan kita kita membabitkan diri kita dengan aktiviti kegiatan kegiatan duniawi. baik itu dengan urusan makan dan minumnya, dengan urusan kerja atau dengan persiapan kerja dan juga dengan usahanya atau juga dengan politik, ekonomi dan juga dengan budaya dan juga dengan sosialnya yang dengan kita kita diperintahkan terlebih dahulu untuk melaksanakan salat subuh dengan tiga kali lantunan permintaan hidayah kepada Allah bahkan tidak kurang daripada empat kali bahkan lima kali kalau dalam mazhab Imam asy dua kali kita meminta hidayah pada waktu kita memohonnya rakaat pertama dan kedua dalam bacaan surah Al-Fatihah mustaqim bimbinglah kami kepada jalan yang lurus itu yang pertama yang kedua ihdinas al mustaqim pada rakaat yang kedua ini yang kedua yang ketiga rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini jadi rangkaian permintaan dan permohonan yang kita mohon kita juga minta bimbinglah aku itu pada masa duduk antara dua sujud sujud duduk antara dua sujud pada rakaat yang pertama juga duduk antara dua sujud pada rakaat yang kedua berarti dua kali pada waktu kita berdiri dalam Fatihah Kemudian dua kali kita memohon hidayah pada waktu kita duduk-duduk antara dua sujud. Yang kelimanya pada masa kita baca kunun Allahumma dina Ya Allah bimbinglah kami bersama orang-orang yang kau berikan bimbingan. Oh Masya Allah Tabarakallah. Dari senarai permintaan kita. Waghfirli, warhamni, warzukni, wajburni, wa'afini. Itu kesemuanya keapiatan, keselamatan, keamanan, keampunan, rahmat tuh sekali-sekali saja, dua kali lah kalau pada dua kali duduk tapi dengan hidayah banyak lima kali, sebab karena kalau pada waktu kita tidur saja kita disuruh membaca bacaan-bacaan khusus bacaan-bacaan tertentu agar diri kita terperisai pada waktu kita tidur yang semuanya tidak ada yang aktif kecuali jantung yang berdenyut sementara mata tidur Tangan tidur, telinga tidur, kaki tidur, itu ke semuanya yang mengalir darah kita, yang berdenyut jantung kita, yang keluar masuk nafas kita, selebihnya dedak aktif. Tak ada yang kita tengok pada masa kita tidur, tak ada yang kita sebut pada masa kita tidur, tak ada yang kita dengar pada masa kita tidur. Kalau masa tidur saja dengan bacaan kita, perisai diri. Bagaimana kalau pada sudah jelek mata, telinga dah mendengar, mulut sudah bercakap, kaki sudah siap untuk melangkah, tangan sudah siap untuk bergerak. takkan kita tidak memperisai diri kita dengan baca dan amalan pada waktu pagi dan juga menjelang malam pada waktu petangnya dan juga sekaligus minta bimbingan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama manzil. Tengok saya dekatkan sedikit dengan kamera. Ini saya sini ada telalat nih. Ini. Di sebelah sini nih, ini ada telit bawah. Ini letaknya sebelah kiri. Berarti ini kiri, ini kanan. Ha, yang nampak dengan muslimin-muslimat sekarang nih itu adalah ha, kiri. Sebenarnya ini kanan. Kenapa kanan? Ada jam tangan, ada cincin dan juga ada buku. Saya pegang buku ini dengan tangan kanan, tapi kena live to balik, macam seperti selfie. Maka ternampak dengan kalian di situ, Abi ini pegang kitab dengan tangan kiri. Jadi tong bedakan macam mana pada Masuk baca ini yang telalat ini nih Ini, ini, ini. ini di mana letaknya nih? Ini letaknya sebelah kiri. Di sini kanan, ini kiri. Jadi untuk bedakan yang mana kanan Abi yang mana kiri Abi. Kalau Abi pakai baju macam ini, begini ada sini ada pen. Pen ini letaknya sebelah kiri. Ini berarti ini kiri nih, ini kiri penis sebelah kiri, ya ini hak kanan supaya tidak lagi buruk sangka suazon dengan Nabi minum atau pegang kitab dengan tangan kiri, oke okay, insyaallah mudah-mudahan dapat dipahami tolong kongsikan kalau seandainya ada yang mengatakan nanti, tuh Nabi pegang dengan tangan kiri tuh, nah tolong bagi jawaban, tuh kiri karena dalam screen selfie, bismillahirrahmanirrahim اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحمني بحمايتك كفاية مقاية حقيقة برآن إرزي أماني بسم الله وبألف أدخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرتك زي ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبألف أسب علي حليم يا ستر كان فستري جاب صيانة نجاة وأعتصم بحبل الله وبألف بنية يا محيط يا قادر علي سرى ما مجلس عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله وبألف عيد يا رقيب مجيب وحرسني في وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكلاءتي عادتي غاسة وليس بضار شيئا إلا بإذن الله وبألف ألف قن يا ماني ويا أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي خذلوا غاشية من عذاب الله وبألف نجني يا مذل يا منتقمين أبيدك قد ظلمت الباغين عليه وأعوانهم فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يدي من بعد الله واكفني يا قابض يا قهار خدعة مكر أني مذمومين مذموم مدحورين بتقصير تغيير تدبير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله واذقني يا سبوح يا قدوسنا ذات مناجاتي اقبل ولا تخف انك من الامنين فيك كَنفِ الله وفي يا ضار يا مميت ونكال وبنج ولفقد عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله وبألف أمنية سلام يا مؤمن صلاة جولة دولة العادة بغاية بداية آية لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله وبألف توجه يا عظيم يا معز بتاج مآبتك بداء جلال سلطان ملكوت ملكوت عز عظمتي ولا يحزنك قولهم إن العزة لله وبألف ألبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا إدياؤون وقلنا حاشا لله وبألف ألبسني يا عزيزة ودون علي محبة منك تنقاد وتغضب يا قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تلطيف تأليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وبألف أظهر أنا يا ظاهر يا باطن أسر أصلاد أنوار يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وبألف وجه الله ما يصمد يا نور وجه جمال انس إشراك فإن حاجك فكل أسلامت وجه الله وبألف جميل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة وحل الأقدة من لساني يبقى قو قولي برافات رحمتي رقتي ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. وبالف قلدني يا شديد الباصي يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من باس جبروت عزتي وما نصر الا من عند الله. وبالف ادم علي باسط يا بنته بهجة مسرة ربي اصلح لي صدري ويسر لي امري. بلطائف عواطف لم نشرح لك صدرك وبشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وبأن تنزل اللهم يا لطيف رأوا بقلبي بقلب الايمان والايمان والاطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وبألف أبر علي صبور يا شاكور وصبر الذين تدروا بثبات يكين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وبألف احفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن ومن تأتي بوجود شهود جنود من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من امر الله وبألف ثابت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله وبألف في نعم المولى ويا نعم النصير على اعدائي نصر الذي قيل لنا واتتخذناه هزوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله وبالف ايدني يا طالب يا غالي بتاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير انا ارسلناك الشهيد ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله وبالف اكفني يا كافيا اسوا يا شافيا ادوا بعوائدي فوائدي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشا متصدع من خشية الله وبألف ألف يمدون يا وهاب يا رزاق بعصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشربوا من رزق الله وبألف ألف زمن واحد يا كلمة التقوى كما أنزمت عبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فعلم أنه لا إله إلا الله وبألف ألف تولني يا ولي علي بالولاية والإنات والرئاية والسلامة مزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وبألف أكرم يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وبألف ألف توب علي تواب يا حليم توبة نصوحا لأكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وبألف اختم يا رحمن يا رحيم خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسلموا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبألف ألف أسكن يا سميع يا عليم يا قريب وجنات عدن وعداد المتقين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله ألف ألف تريليون تريليون يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا, جبار. يا قهر يا قهر يا قهر يا قهر يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا, يا, يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع, يا مانع. يا مانع يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ouais يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 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 نسألك بتريليون تريليون تريليون هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا أينما كنا سلطانا نصيرا حيثما كنا حوض سلطانا نصيرا أينما ومن واجهنا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وعلما غزيرا عملا بريرا وقبرا منيرا حسابا يسيرا وكان في الفردوس كبيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك انا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن اللهم أنت رب لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله إلا لي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم نعوذ بك من شر نفسك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتي إن من ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزنا بر ولا فنجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج بها ومن شر ما ذرى في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يترك بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا يسأل شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزنا بر ولا فنجر you وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت حسنا ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق ودر وبر اللهم ذا سلطان العظيم المن القديم الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا المسلمين من أنفس الجن وعجل الإنس الله من أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك وأعوذ بك أن أكون الزورا وأغشى فجورا أو أكون بك مغرورا أعوذ بك من شماتة العدا وعضل دا وخيبة الرجاء اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق <applause> والنفاق سوء الأخلاق سوء المنقلب بالمال والأهل والولد اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك وأن أعترف على نفسي سوءا أو أجر أو مسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما أنا أعلم اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك فاصمني من السؤال إلا منك يا الله بها يا الله وبها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله وبها يا الله بحسن الخاتمة يا الله وبها يا الله وبها يا الله بحسن الخاتمة تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim ababana pila tu ya pada aiza abi minta waktu dalam 15 menit berehat sejenak insyaallah nanti kita akan kembali bersama pada pukul 7.45 dengan bacaan Hizib al wikaya dan juga dengan bacaan Sunan Ibn Majah rahimahullah. Hada wa bilaih taufiq wa sallallahu ala Muhammadin. وعلى آل وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته